الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. كيف حالكم؟ ان شاء الله كويسين. اليوم عندنا كثير اشياء، اليوم ابغى اول شيء اتكلم على البرنامج الجديد اللي اطلقناه ساوند باي سمية. دائما كنت اسمع شكاوى من كثير من الاشخاص انهم ممكن يحضرون بعض الصوتيات في اليوتيوب او من بعض المواقع وما تكون هذه الصوتيات موثوقة، وممكن يعني تكون عندهم اعراض جانبية او يعني اي عرض ما كانوا هم متوقعينه او يبغونه او مقصود. اي برنامج الموسيقى الجديد، فانا فكرت كيف احنا ممكن نقدم، كيف احنا ممكن نكون مصدر للترددات الموثوقة، كيف احنا نكون كسمية 369 مصدر للترددات الموثوقة في مجال تطوير الذات، وكيف نساعد الناس انهم يحصلون هذه الموسيقى ويعني يكونوا متأكدين انه احنا فعلا اخترنا التردد الصحيح وقدمناه بطريقة صحيحة. فكانت فكرة انه احنا نسوي برنامج، بس هذا البرنامج ما يكون مادة علمية، يعني مو زي نافا، لا، يكون فقط صوتيات، فقط برنامج احنا نحط فيه اصوات، نحط فيه هذه الاصوات اللي كل تردد فيها يوصلك لنتيجة او شيء معين. وبدأنا البرنامج ب 30 صوت او 30 تردد ما بين الحب، المعجزة، توازن الذكورة والأنوثة، التخسيس هو نفس التخسيس برضو احنا اضفناه للمشتركين، هذا التنظيف، اتذكر الاستعداد لما تكون عندك مشروع او شيء تبغى تتحمس وتبغى تستعد، الاستعداد المعنوي او الاستعداد المشاعري، وش بعد نسيتهم 30 تقريبا، 30 التركيز، النوم العميق. التركيز هاي تصلح للناس اللي عندهم اختبارات، تصلح للناس اللي يحسون انهم يتشتتون مع الافكار او تنقطع افكارهم. في برضو جزء منها جزء طاقي، لانه في كثير ناس مهتمين بالطاقة، فحبينا برضو نعطيهم اشياء موثوقة اذا كنت مهتم بهالزاوية، بس اغلبها مش طاقية، اغلبها للجسد المباشر، يعني الاشياء اللي انت اغلب الناس يحتاجونها. الخوف، اي الا حبيبتي حلمت فيني. طيب انا اشتريت الكتاب، حلو، اي كتاب؟ كتاب حدثني فقال ولا كيف تتقن لعبة الحياة؟ كتاب كيف تتقن لعبة الحياة أتعب وأنا أقول هذا الكتاب قوي يا جماعة، اللي ما حصل عليه حصل عليه، لأنه كل صفحة منه كأنها كورس، كل صفحة من الكتاب كأنها برنامج كامل، حتى إذا فيه مدربين مدربات ممكن يستعينون فيه. يعني تعرفون هذا الكتاب فيه 369 مشكلة، وكل مشكلة لها رسالة ولها 3 طرق للحلول، كلها تطبيقات عملية واقعية. ذلك حتى المدربين، اللايف كوتش، المهتمين بتطوير الناس ومساعدة الناس، كثير الكتاب راح يساعدهم. فما بالك إذا أنت تبغى تساعد عائلتك، إذا أنت تبغى تساعد الأشخاص اللي حولك، إذا بتساعد نفسك، كثير كثير مفيد هذا الكتاب. الموسيقى التحولية غيرت حياتي، هذه مثلها، الموسيقى التحولية ما في مثلها شيء، ما في مثلها شيء. الموسيقى التحولية أنا اخترعتها، أنا سويتها، طبقتها، تعاملت مع عدد من الأشخاص عشان أشكل تشكيل، بعدين طبقتها على نفسي، بعدين لما شفت التغيرات عطيتها الناس. هذه هي الترددات اللي الكل يعرفها، ترددات الحب، ترددات المعجزة، ترددات تعديل الخوف، ترددات تعديل الحزن، ترددات الاتصال مع الذات،
بس بغينا أن يكون عندنا برنامج موثوق، لأن في كثير من الأحيان موجود في اليوتيوب، موجود في الإنترنت، ما تقدر تثق فيه، ما تقدر تدري هو وش حاط لك بالضبط، هو يعني حاط لك شيء قاعد يصلحك ولا شيء قاعد يخربك. هذه الفكرة. سوريا لا يمكن الدفع من بطاقة بنكية. تواصلي مع خدمة العملاء، عندنا خدمة عملاء جدا ممتازين، فريق العمل عندي جدا ممتاز، يعني متعاون، أي مشكلة بيساعدونك. أشياء طاقية شيء عشان ما نستخدمها غير وعي، إذا دخلتي بتشوفينها بتعرفينها. في بعض الأشياء أنا حاطة عليها نوتس، يعني تنبيه إنه إذا أنت ما تبغى يعني لا تستخدم، بس في ناس هم أوريدي يحتاجون هذه الأشياء. طيب خلينا نشوف آخر بوست، حطيت آخر بوست. أبغى أشوف بعض المعلومات اللي أربكت بعض الناس، وقلت خلونا نشرح بعض الأشياء اللي يمكن تكون غامضة أو مو واضحة. ناوي أطلع معكم مكالمة إن شاء الله. هل عادي ندمج هذه الدورة على غيرها؟ عادي جدا، وبالعكس ممكن أصلا تفتحينها على كل البيت، يعني مثلا الحب، خصوصا الأشياء اللي في الشرح كتبنا فيها أنها تصلح للمكان، تناسب المكان، تناسب كل أفراد العائلة. تقدرين تفتحينها سبيكر في كل البيت أو في الحديقة أو في أماكن في الكلاس، مثلا إذا كنت معلمة نقدر نفتح في الكلاس للبنات كلهم التركيز، كثير أشياء نقدر نستفيد منها. ليه الصداقات تتحول إلى عداوة مع الوقت؟ أنا برد الآن على الأسئلة على البوست، أخذ موضوع لا ما تستمر سنة معك، مدى الحياة معك، مدى الحياة البرنامج معك طوال الوقت. ليش تتحول الصداقة؟ أنا من واقع تجربتي طبعا ما سبق أنها تحولت عندي صداقة إلى عداوة. خلنا نتذكر، ما سبق تحولت عندي صداقة إلى عداوة، كل أصدقائي هم أصدقائي. في ناس زملاء يجون يضربون، يطلعون، يجون يسوون مشاكل، يجون يزعلون، ما هم يزعلون ايش سووا فيهم ويطلعون. بس صديق صديق يعني تحول الى عدو، ما كنت صارت لي. والسبب انا بالنسبه لي هذا اللي اعتقده، السبب اني انا ما اعطي نجمه بسهوله وببساطه. يعني ممكن انت تجي عندي تاكل تشرب معاي، ممكن اطلع وادخل معاك، ممكن سولف، ممكن دردش، بس استيل ما اعطيك نجمة الصداقة. ويمكن يمكن يمكن هاي طريقة اني انا احمي نفسي انه ما حد يأذيني، فبالتالي اعتقد يمكن انه قد تكوني استعجلتي، انه انت ما فهمت الشخص او ما تأكدتي انه هو انسان 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 إنسان 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 إنسان، يعني إنسان لما يشوفك غلطان راح يضمك، لما يشوفك صح راح يصفق لك، لما يكون يشوفك طايح راح يساعدك، هذا الإنسان. فأنا أشوف إنه هذه نقطة مهمة، إنه أنت لما تصادق تصادق إنسان إنسان إنسان، يعني مو إنسان يعني يزعل، يفهم الأمور غلط. يعني واحد لازم كل مرة يفهمك بحسن نية، لازم كل مرة يفهمك بحسن نية، لازم الصديق يكون كذا، ولا هو وش يعني شو الصداقة؟ لازم يتقبلك، لازم يتقبلك. قلت أي فكرة شاطحة، أي فكرة تناسبة ما تناسبة، نفس أفكارك مو نفس أفكار، لازم يتقبلك. فأنا أحس إنه كثير من الناس يمكن على طول يعطون الصداقة أو يعطون الأشخاص قيمة، المفروض ما نعطيهم قيمة، المفروض ما نعطيهم قيمة. بس ما يعني هذا إنه أنا ما أتعرف على الناس، ما قابلهم، ما أشوفهم، ما أحترمهم، ما أبادلهم الحياة. أحيانا أشخاص يجون عشان مصالح وتنتهي المصالح، أحيانا أشخاص يجون عشان أنت تعطيهم شيء، أحيانا عشان هم يعطونك شيء. يعني هي الحياة كذا تدور، مرات يعني ربي يسخر لك أحد يجي ويخدمك في حياتك وبعدين يطلع، مرات أحد يجي أنت لازم تعطيه، يكون عندك كأنها
واجب انك تأدي مهمة لشخص بعدين هو يطلع، مرات يجي شخص يرمي عليك قنبلة ويطلع وهكذا يعني. بس المفروض هذول العابرين ما يصيرون أعداء لأنهم مش مهمين أصلا يعني. هم أصلا ما صاروا أصدقاء عشان يصيروا أعداء، هم عادي، هم أشخاص جيدين محترمين بس مش أصدقاء. فهذه اللي أنا دايم أحب أني أمشي فيها بهذه الطريقة، هذا الخط. طب خلونا نأخذ أسئلة. أذكر في سؤال مهم بس قاعدة دورة، سؤال عن الأطفال. أعتقد واحدة تبغى تتطلق. كانت تسألني، ما لقيت السؤال، أبغى أسوي منشن اسم البنت. كانت تقول إنه أنتي أشرتي كم مرة إلى إنه الأطفال ما لهم دخل في موضوع الطلاق أو المفروض هم ما يتأثرون في موضوع الطلاق. بس في جلسة الطلاق أنتي قلتي إذا موضوع الأطفال يعني صعب بالنسبة أو 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 يعطل فكرة الطلاق، فخل فكرة الطلاق على جنب وانتظر لما يكبرون الأطفال لعمر معين وبعدها اتخذ قرار الطلاق. خليني أقول لك نقطة مهمة عشان تقدرين تفهمين الزاوية اللي أنا أتكلم عنها. الأطفال كأطفال ما عندهم فطرة، وهذا فقط الكلام للعقلاء، الكلام للأشخاص الواعين. أي واحد يحس نفسه أنه هو ما يقدر يستوعب هذا الكلام يتوقف عن المتابعة لأنه بيتعب، ترى بيتعب صحيح. أي واحد يحس أنه هو نايم، يحس أنه في سبات عميق، مدام أنت تتابعني وأنت في سبات عميق وبتقعد تضارب ما تقدر تتحمل، ما تقدر تتحمل، لأني في كل مرة راح أطرح فكرة تهزك عشان توقظك، تهزك عشان تصحح حياتك. خليني أقول لك، الأطفال مش مفطورين على حب أمهم وأبوهم، مش مفطورين. يعني الله ما حط فينا فطرة إن نحب أمنا وأبونا، ما فطرنا على هذا الشيء، ما فطرنا. الأم والأب مفطورين نحط فيهم هذا الشعور غصب عنهم، يحبون عيالهم حب يعني عميق وقوي وخاص ومش زي أي حب ثاني، فهم مفطورين. وهذه الفطرة جت عشان تحمي الأطفال، جت لخدمة الطفل، لخدمة هذا الطفل إنه هو يكون مخدوم. ولا كان الأمهات جدعوا عيالهم وقالوا مع السلامة، فهمتوا قصدي؟ يعني هذا الشعور العظيم اللي يأتي للأم هو الله فطرها عليه والأب عشان يعتنون وعشان يتحملون وعشان يضحون وعشان يسوون الشيء اللي لازم يسوونه وعشان يجتهدون وعشان في النهاية يكون إنسان صالح وإنسان جيد. هذا الطفل ما عنده نفس الشعور تجاه الأم، ما عنده لأن الله ما حطه، الله ما غرس هذا الشعور عند الطفل. فبالتالي الطفل يحب مين؟ زي أي كائن يحب من يحسن إليه. إذا الأم كويسة، إذا هي طيبة، إذا الأب كويس وطيب يحبونهم. إذا الأم عنيفة، إذا الأم سيئة، إذا الأم تجلد ولدها وتضرب ولدها ما راح يحبها بكل بساطة، ما يقدر، لأنه هو مش مفطور، لأن الزر مو مضغوط بس زر الأم مضغوط. كم سمعت قصة من أم ولدها يوديها للدار ويرميها وتدق وتحن عليه وتسمع أخباره، مهما أساء لها هي عندها هالفطرة. بس الطفل ما عندها هالفطرة للأم، فلما تحسن للأم أو الأب يحبهم، لما ما يحسن له عادي يكرههم بكل بساطة لأنه ما في هذا الزر، فهو زر مش يعني لذلك كثير من الناس عندهم أزمة في فهم هذا الموضوع، عندهم أزمة في فهم هذا الشعور الموجود عند الـ الأطفال، إنه الطفل مش جارنتي يحبك كأم، أنت عظيمة وعندك شعور عظيم بس الطفل مش مضمون إنه هو يحبك حسب شعوره حسب الإحسان اللي وصل له. الآن وين النقطة في قضية الطلاق؟ في قضية الطلاق إنه لما الأم تشوف العظمة، شوف الإحساس، شوف الشعور،
لما تبغى تتخذ قرار طلاق وهي متبهذلة من هذا الزواج ويعني الرجال مرمط فيها، أنا هي تقول طيب وعيالي؟ طب سؤال الآن، هي كيف تحس بعيالها؟ تحس بعيالها من منظورها، من منظور الزر المضغوط، من منظور الفطرة، فهي تعتقد أنه عيالها يحسون نفس الإحساس. الأم تعتقد أنه عيالها يحسون نفس الإحساس، وهذه هي الأزمة، وهذه هي الأزمة، هذه هي الأزمة، أنه إحنا مو قادرين نفرق ما بين إحساس الأم، إحساس الأم تاز قوي عظيم، بس سوري الإحساس هذا مو موجود عند الطفل، مو موجود عند الطفل. في طفل امسكي طفل واسألي تحب مين ما تحب مين. إذا تعرض لحياة جيدة أكيد بيشعر بالحب ويحب، يتعرض لحياة سيئة عادي ما يحب. فهذه بالنسبة اللي مهم إني أوضحها عشان صديقتي اللي تسأل موضوع القرار. خلينا نقول إنه أنت لما تتطلقين راح تشعرين بالألم، لأنك أنت فقدتي هذه الفطرة اللي موجودة عندك وهي كثير كثير موجعة. فأنا أقولك إذا أنت ما تقدرين لا تتطلقين، الموضوع بسيط. الآن أنت فهمتيها بالعقل بوعي، خليك من أي بزر موجود في السوشيال ميديا غير قادر على أن شوي يفتح مخها. هذا الموضوع تفهمينه بعقلك. السؤال، هل أنت قادرة أنك تسوي له داونلود مشاعريا؟ هل أنت قادرة أنه تستوعبين أنه أطفالك ما لهم دخل؟ فبالتالي الآن أنا بالنسبة لي يهمني أنه أنت تشعرين بشعور جيد، مو تتخذين قرار طلاق وأنت تشعرين بشعور سيء. يعني ممكن تطلقين، عيالك يقعدون عند أبوهم، تروحين أنت البيت هالك بس قاعدة تصحين أب جيد ممتاز رائع، يمكن تزوج وجاب لهم زوجة ثانية، وزوجة ثانية جيدة، وطبعا صعب تقنع الناس اللي في زوجة ثانية جيدة، بس يعني مشوها لي. المهم ان الزوجة الثانية جيدة، ويمكن زوجة ثانية ما تنجب اطفال واعتبرت هذول اطفالهم واحسنت لهم، بس الام قاعدة تتأذى، انا فقدت اولادي. فتالي المشكلة عندك انت، لان هذه الفطرة اللي عندك تتألم، مو هم اللي يتألمون، انت كأم تتألمين. لذلك انا اقولك اذا انت تتألمين وما تقدرين اوكي ما له داعي تطلقين، خلاص انتظري لما يصلوا مرحلة معينة تحسين انه انت قادرة انك انت تتحررين من هذه العلاقة، تتحررين من هذه العلاقة اللي بينك وبين أطفالك، وتقدرين. أكيد إنه الطفل مو زي البالغ، يعني مثلا الأم لما يكون طفلها موجود عندها صغير ما تقدر تتحمل إنه يعني يكون بعيد، هي ما تقدر تتحمل، بس لما يكبر ويسافر ويروح بيكون الموضوع أخف عليها. فبالتالي برضو عامل العمر يخليها تجرؤ إنها تغير. هذه مونة تقول أربكتني جملة في كتابك نصها يقول إن أفضل قرار تتخذه حين تخدع أن تستمر في إشعارك بأنك مخدوع. لي يومين هالجملة ما طلعت من بالي من أول ما قرأتها. أوكي. يعني خلينا نفترض إنه عندك شخص قاعد يخدعك، خلينا نقول مثلا جروب صديقات قاعدين يسوون لك خدعة، أو يخدعونك في شيء، أو ينصبون عليك في شيء، يكذبون عليك في شيء. فأنت عندك الآن القدرة أن تقولين كفشتكم لما تعرفين الموضوع، كفشتكم، أو تقدرين تسوي نفسك أوكي، تسوي نفسي ما أعرف. ليه؟ عشان تعرفين كامل القصة، عشان تعرفين النهاية، عشان تعرفين الأشخاص على حقيقتهم كاملين. في بعض الأحيان لما تكفش الموضوع أو تفكك الموضوع في البداية، يستطيع الشخص ان ينظف نفسه. يعني مثلا خلينا نقول هاي صديقتك كانت بتخدعك في موضوع معين، فقلت لها يعني كانت مثلا اذكر قصة قالت ليها واحدة تقول كانوا مقدمين على وظيفة وفي احتياج واحدة، فقامت ما علمت صديقتها على تقديم الوظيفة لانهم هم ثنتين اللي شاطرات اللي يستحقون الوظيفة. فقامت هذه عرفت من الجهة انه في تقديم على الوظائف مقابلة شخصية،
ولا علمت صديقتها. فقامت صديقتها كلمتها قالت ما في مقابلات، قالت إيه اللي نسيت أقول لك. فإحنا إحنا كأن الآن برأنا البنت إنها نسيت، بين لو كمل الموضوع إنه باين إنها هي نصابة مو صديقة هالطريقة. السلام عليكم دكتورة، مرة قلت لي في أحد دوراتك أنا كنت أخاف من الموت والحين أنا مستعدة له. دكتورة كيف لا تخاف من الموت، وما هي الأعمال التي يقوم بها الإنسان ثم تجعله يقول بعدها بكل ثقة أنا مستعد للموت؟ هذه نجية حبيبة قلبي، نجية أنت، نجية نجية اللي كلمتك يا حبيبتي. شوفي يا نجية، احنا في مجتمع في العالم العربي من الصعب الحديث عن الله، ومن الصعب الحديث عن علاقتك مع الله. وأنا نشأت في بيئة، برضو هذه أحد البرمجات اللي عندي واللي ما زلت أحتفظ فيها، إنه تعرفون نكتة، إحنا نقول عنها نكتة، كنا نستخدمها كنكتة. في واحد دخل الصيدلية، هذه النكتة، اسمعوا النكتة. في واحد دخل الصيدلية وقال للصيدلي ألديك هاي نكتة أعرفها من يوم كنت كتكوتة، ها شوفوا هذه تربيتي، ألديك كريم ولا يعني دواء أو علاج؟ جاي، ألديك علاج لمن تشققت قدماه من قيام الليل؟ اوكي، يعني هو رايح للصيدلي رجلينه متشققه بس هو يبغى يعلم الصيدلي انه هو متشققه من كثر ما هو قايم الليل انه هو طول الليل قايم يصلي، طول الليل قايم يصلي، فهو يبغى يشرح للصيدلي قد ايش هو كويس وهو طول الليل قايم يصلي فرجلينه متشققه. يقدر يقول رجلي متشققه، ابغى كريم، ابغى علاج، رجلي فيها مشكله، ابغى، محتاج يقول لي يعني انا كنت اقوم الليل. وهذه كنا احنا نبني عليها انه انت عيب، عيب تتكلم عن علاقتك مع الله، وانت شخص مرائي ومش جيد اذا انت قمت تقول عن نفسك مثل هذه الأشياء. فأنا تبرمجت على هذه الطريقة أنه علاقتي مع الله هي علاقة خاصة، هي علاقة روحانية، هي تجربة شخصية، هي مش تجربة متاحة لأي أحد، هي قدسية، هي علاقة من نوع مختلف. زائد انه برضو خلينا نقول في العالم العربي انه الرجل عنده نجمة انه يتكلم عن الله اكثر من المرأة. راجعوا ولاحظوا مين يفتي، مين يعطي علم الديني، مين مين مين. في زمن الرسول كان الوضع غير، كانت عائشة اللي تعلمهم وتدرسهم وتفهمهم. في هذا الزمن لو في امرأة طلعت وتكلمت عن الله راح نلقى الأوراق والأقلام على طول وراها، الخطوط الحمراء، الملاحظات، الأشياء. لذلك الـ 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 الأزمة بالنسبة لي صارت مركبة. فلما أسمع مثل سؤالك يا نجية يخليني أفكر، هل فعلا مطلوب مني أني أتكلم عن الله؟ هل يمكن في أشخاص أقدر أساعدهم لما أنا أفكك لهم هذه المعتقدات وأفكك لهم
هذه اللخبطة اللي أنا كنت يوم من الأيام فيها عن مفهوم الله، مين الله، كيف نتعامل مع الله، كيف نتصل بالله، كل هذه الأشياء اللي حتى الآن أنا ما سمحت لنفسي، ما أبغى برضو أتهم المجتمع، أنا ما سمحت لنفسي أني أتكلم عن الله، أنا ما سمحت لنفسي. وجزء منها راجع لموضوع أنه أحس أنه خسارة أني أنا أفقد هذا الشعور، خسارة أني أتيح للجميع. ومرات كثيرة أحس أنه اللي وصلني لله هو الشيء اللي أنا أعطي الناس، هو التنظيف اللي أنا أقدمه للناس، هي الأفكار اللي أنا أقدمها للناس. يمكن أنا أعطيك 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 بعدين أنا أبغاك أنت توصل من نفسك. في مرحلة من حياتي كنت أتتبع كثير من الأشخاص اللي يتكلمون عن الله، وكنت أشوف أفتح مثلاً يوتيوب أو أقرأ، بعدين أقول مو صادق، هذا ناقل. أقدر أحس بشخص ناقل إن ولد هو ينقال له مين الله، أقدر أحس بشخص هو عنده تجربة مع الله، هو فعلاً بحث بنفسه ووصل، أقدر أحس. لذلك بالنسبة لي، لأني أنا هذه تجربتي، لأني تجربتي أني أنا تخليت عن كل الناس أنهم يشرحون لي من الله، أحس أنه هذا هو دوري، أني أنا أساعد الناس أنهم هم ينظفون أنفسهم، يرتبون أنفسهم، يرتبون ملفاتهم، يرتبون مشاعرهم، يحسون بشعور طيب. لما أنت تكون أرضية صالحة راح تصل لله، لما أنت تكون أرض صالحة راح تصل لله، لما أنت تكون أرض متلخبطة ما راح تقدر توصل، حتى لو أحد شرح لك، حتى لو أنا طلعت وشرحت لك وقلت لك كيف. واو، كثير أشياء في هذا المجال. يمكن يوم من الأيام أقرر على الأقل موضوع الخوف من الموت، يمكن يوم من الأيام أتكلم، يمكن يوم من الأيام أقدر أساعد، لكن ليس الآن. ما أحس إنه الآن أبغى أتكلم في هذا الموضوع، ما أحس إنه الآن أبغى أتكلم لمن يفهم. كثير من الأشخاص لما يكون حاول أجيب كلمات جيدة، كثير من الأشخاص لما يكون مش مؤهل، خلنا نمثل انها ارض ومليانة، هذه الارض اشجار خربانة وتالفة ومليان اشياء قديمة ومليان اشياء مبعثرة. لو كانت هذه الارض ارضك وانت بتجي تغرس شيء جميل ورائع وليس له مثيل، فأنا أعتقد أنه أنا كثير من وقتي وجهدي أني أنا أهل الناس أنهم يكونون أرض خصبة، أرض أنهم يكونون أرض صالحة للزراعة، أرض فطرة مشوهة. لما يكون شخص عنده أرض تعبانة ما يقدر يحط عليها شيء ليس كمثله شيء، فهذه تهيئة الأرض أنها تكون أرض صالحة. أنا أعتقد هذا دوري، أنها هي الأرض. بعدين إنه كل شخص هو راح يكتشف الطريق أو راح يجد الطريق اللي أنا أتكلم عنه. حب الدنيا جعل الناس يخافون الموت، لا مو شرط، ترى أحيانًا في ناس حياتهم تكركب وحالتها حالة ويخافون من الموت. أنا أعرف هذا الشعور جيدًا، مو شرط كان عندي هذا الشعور في ظروف جيدة وفي ظروف غير جيدة، مو شرط. هي فيها تريك كذا، هي فيها لفة أخذت مني سنوات، بس الحمد لله قدرت ألفلفها على مراحل، بس الحمد لله. طيب،
ترد عليها تقول لها عزيزتي ما هو الموت؟ هو مقابلة رب وحساب وجنة ونار، هذا إذا كنت مؤمنة باليوم الآخر، وهذا ما أظنه فيك إن شاء الله. إن عملت عمل يليق بمقابلة للرب وكنت راضية عن صلاتك وواجباتك، نشأت وسط هؤلاء، نشأت وسط هؤلاء الذين يتحدثون عن أحد يتحدث عن الله، الذين ينقلون. تستطيع تقول إنهم هم ما حس، هم ما شعر. طيب أحس في شيء غلط، ما أدري. لما قلت عن الطلاق والأطفال إنه الأم ما تضحي عشان أولادها، مو قادر أستوعب ليش، ما أدري، يمكن كانت الفكرة ناقصة. لا، مو الأم ما تضحي، الأم تضحي، ما قلنا شيء. لا، الأم لازم تضحي، بس لا تمن، هذه الفكرة. لا، الأم عندها شعور عظيم، عندها قوة عظيمة، عندها، بس بعض الأمهات تتخذ قرار الإنجاب وهي مش مستعدة، بالتالي يعني كنا تبهذل في أطفال، تبهذل فيهم، ما تحسن تربيتهم، تجلدهم جلد، هذا جزاي جبتكم، هذا جزاي سويت لكم. الأم مدرسة عظيمة ويجب أن تبقى كذلك، الأم مدرسة عظيمة ويجب أن تبقى كذلك. الزمن الحالي أرخصوا قيمة الأم، أرخصوا قيمة الأم، صارت يعني الوحدة يعني تجيب أطفال هي لا هي فاهمة وش التربية، ولا هي فاهمة كيف تربي، ولا هي فاهمة كيف هي عظيمة، ليش هي عظيمة. يعني الأم لو قالت ترى الطفل يشوف ويحس، يتبرمج على شيء، هل أنت كنتي زعلانة، هل أنت كنتي خايفة، هل أنت، كل هذه كلها تنتقل للطفل. ذلك عظمة الأم، أنها تقدر تبرمج، أنها تقدر تغير، أنها تقدر تأثر في أجيال، أنها تقدر، يعني معها الكمبيوتر يا جماعة، معها السوفتوير. الأم هذا مو شخص عظيم اللي معها السوفتوير، أم عظيمة معها السوفتوير. طيب يوم معاك السوفتوير، يعني ليه لازم أنا أخرب هذا السوفتوير؟ ليش أنا؟ فبالتالي الأم نعم إذا تبغى تضحي تضحي، ما عندي مشكلة، بس لا تمنع على عيالها. لا قلت تقول أنا ضحيت عشانكم، أنتم ما تستاهلون يوم أني اشتغلت وجبت لكم فلوس وشريتكم، أنتم ما تستاهلون يوم أن أنتم. هذه النقطة، أنه موضوع أنه أنت يعني أنت تبني، خلنا نقول شعور بالذنب للطفل، تربي الطفل على الشعور بالذنب، تربي الطفل أنه أنت غلطان، أنت غلطان، أنت يجب أن تشعر بالذنب طوال عمرك، لأنه أنا يجب أن تشعر بالذنب طوال عمرك لأني أنا رحت واشتغلت، يجب أن تشعر بالذنب طوال عمرك لأني أنا يمكن تطلقت أو قعدت بدون طلاق، أنا يجب أن تشعر بالذنب طوال عمرك لأنه أنا مو صح، هاي طريقة تربية غير صحيحة، طريقة تربوية غير صحيحة. وعشان كذا إيش اللي يصير بعدين؟ يصير هذا الطفل يشعر بتأنيب ضمير، يشعر طوال الوقت بتأنيب ضمير، يشعر أنه هو غلطان، يشعر أحيانا بالعار، يشعر أنه لا هو غلطان، دائما هو غلطان، دائما هو لازم ينجلد عشان هو غلطان، دائما هو لازم ينضرب عشان هو غلطان، دائما هو لازم يتعاقب عشان هو غلطان. فبالتالي يدخل الشخص في برمجة جدا مؤذية، كله بسبب هذه الكلمة اللي قالتها الأم. لؤي، أظن لؤي، ما أدري والله وش اسمه، حط صورة بنت. أنتي مفتونة إن فتنتي بالحياة، الحمد لله الذي عافانا من ابتلاك به. أنا أذكر حكمة جميلة لغازي القصيبي، يمكن سبق أني قلتها أكثر من مرة، وهي كلمة لا تدعي العفة ما لم تتعرض للفتنة، لا تدعي العفة ما لم تتعرض للفتنة. والبلاء مو كلام بالمنطق، ذلك استعد للاختبار وشوف مين الشخص اللي انفتن ومين الشخص اللي ما انفتن. واحد تقول عقبالي انفتن واحب الحياة. امي معها رعب وخوف من الموت. حبيبتي هذه قصتها، تقول أول مرة شفتك باليوتيوب تتكلمين عن سلم القيم، يمكن سلم هاوكنز أو مصفوفة القيم،
وأثار فيني الفضول يتعرف عن قرب. بحثت في الإنستغرام وشفتك مصورة لايف تتكلمين فيه عن حلفان الرجوع للمصحف. أذكر لما تكلمنا عن الخيانة. طيب نكمل القصة. إنه شيء عادي وروتيني كون أن تأتيك استشارات على هذا الموضوع، حتى تأكدت فعلا أنه ما حصل معي بعد صبر وسكوت إنما استخفاف بالعقل، لأنه المصحف كان الأداة التي يثبت بها الكاذب صدق كذبته. تستخدمون الأداة اللي تناسب معك. حتى قررت الانفصال بعد 24 سنة زواج، واتضحت لي الرؤية بأن ما كنت أعيشه كان وهم وسراب بمسمى الزواج. حبيبتي الله يقويك، أول ما عرفتك كنت أسمع كلامك عن الروحانيات صندوق الوعي، تفاجأت شوي وحسيت أني زعلت بس بسرعة انتبهت. يا كثر اللي يزعلون، يا كثر اللي يزعلون عشان فكرة ضياع ضياع. سمعت عنك انك جدا مكتفية بنفسك وقوية، فاخذت فكرة عنك انك مستغنية عن كل البشر. هل صحيح؟ واذا صح كيف تعيشين بحب ومودة وتحسين انك مرتبطة مع زوجك واهلك؟ واذا كان تفكيرك مثل ما اني ما اخذ نظرة وفهمتك. شوف ابغى اقول لكم نقطة مهمة. يمكن الظروف اللي مريت فيها مو كل شخص مر فيها، الالم اللي مريت فيه مو كل شخص تألم هذا الالم. وأرجع أقول أني أنا ما عندي مشكلة، لأني برضو في بعض الأشخاص قالوا أنه أنت روحي تعالجي بما أنه أنت عندك ألم. أنه أنا كنت يوم من أيام مثلهم أخجل، أنا أعرف أنهم هم كيف يشعرون بالعار. أنت مريضة وروحي تعالجي، شوفي جلستك، شوفي أسنانك، شوفي. الأشخاص اللي دائما يحبون يضربون على شعور العار عندك، يبغون يحركون الزر هذا. يا أخي أشعر بالعار، يا أخي تفشل من نفسك، كيف أفشلك؟ كيف أفشلك؟ كيف افشلها؟ كيف افشل سمية؟ تبغى اعطيك كل شيء عشان تفشلني؟ تبغى اعطيك فشلني برجلين، فشلني باسناني، فشلني باني انا تعرضت لماضي مؤلم، فشلني اني انا كثير اشياء تقدر انت تتفشل، بس انا ما تقدر تفشلني بالغصب، ما تقدر تشعرني بالعار، ما تقدر، ما تقدر. والسبب انه انا اشتغلت على هذا الموضوع بشكل جيد، لأني خرجت من مجتمع عيب، أنا طلعت من مجتمع عيب، ذلك عيب ما تشتغل عندي. لو تقول لي عيب عليك 100 مرة ما أشعر بالخجل من نفسي، ما أشعر بالخجل من الماضي اللي أنا مريت فيه، ما أتفشل من نفسي، ما أتفشل من الألم اللي أنا مريت فيه، ما أتفشل من نقاط ضعفي، ما أتفشل من الفشل، ماني متفشلة أني فشلت في أشياء، ماني متفشلة، ما أشعر بالخجل من هذا الشيء. لذلك لما يقولك قوية أنا أقولك ليش قوية، هذا هو السبب ليش أنا قوية، لأن ما أحد يقدر يشعرني بالعار بكل بساطة، بكل بساطة. أي أحد ممكن يتكلم في السوشيال ميديا، ما أحد يقدر يفشلني، ما أحد يقدر يخليني أتفشل عشان قاعدة غلط، ما أحد يقدر يفشلني عشان عندي مشكلة في فكي وأسناني طالعة شوية، ما أحد يقدر يفشلني لأنه عندي ماضي مؤلم وما زلت أمشي بعكاز وتعرضت لكثير من الظروف الصعبة، ما أحد يقدر يفشلني. هذا شيء مهم، هذا شيء مهم. لذلك أقول لك أنه مو الموضوع أنه أنت تتخلى عن البشر، لكن أنه أنت ما تسمح للآخرين أنهم يضغطون أزاريرك، أنك ما تسمح لشخص أنه هو متفشل يفشلك. طب إذا أنت متفشل، يعني كان شخص حضر مثلا عندي لقاء صالح الراشد قال لي آه فشلتينا، فشلت السعودية، لا فشلت، يا أهليتك ما طلعتي السعودية وفشلتينا، لا تفشلت وأنا ما تفشلت. واو واو، في احد تفشل مني، واو في احد تفشل مني بس انا ما تفشلت. لاحظ قد ايش شعور العار في العالم العربي. وهذا على فكره كثير فاجأني، لاني حتى وقت قريب قبل لقائي بصالح كنت دائما، يمكن قلت لكم اكثر مره، انه اغلب العالم العربي يعيشون في الغضب والخوف. كنت اعتقد انه اغلب العالم العربي خوافين غاضبين، بس انصدمت انه لا والله في جزء لا بأس فيه في العار، في العار. وعلى فكرة اللي يستخدم هذا الأسلوب هو يمارس هذا الأسلوب في الداخل، يعني تقولك روحي سمية عالجي نفسك، هي عندها فشلة فتحس إنه في شيء يضغط، اقعدي زين أنت، هو عنده فشلة جواته فيحس إنه هذا الموضوع، أنت أسنانك تفشل، هي متفشلة يمكن من شكلها يمكن من شيء ثاني مو شكلها، بس هي تحس إنه أوكي خلينا نضغط على هذا الزر. طبعاً الواقع طريقة لا واعية يسوونها. فبالتالي كونك أنت تتحرر من هذا الشعور،
هذه قوة، كونك تتحرر من أنه ما حد يقدر يفشلك، وأنه أنت عادي متصالح مع أي شيء يفشل. عادي، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة، عندي أشياء تفشل بس عادي، ماني خجلة أنا منها. أنا إنسان ومريت بظروف قد تكون أصعب من كثير من الناس، عندي نقاط ضعف كثيرة وتفشل، عندي أشياء تفشل، فشلت في أشياء، بس مو شيء يخجل، مو شيء يخجل. لما أنت تصل لهذه المرحلة أنه أوكي طيب وبعدين فشلت في كذا، شكلي فشل في كذا، يمكن في طريقتي تفشل، كم شخص يتكلم عن طريقتي، على صوتي العالي، على يديني، على ما أوكي طيب أوكي أنا ما حسيت بالفشلة، أنت متفشل بس أنا عادي أوكي متقبلة نفسي. كنت في مرحلة ثانية يمكن طريقتي مختلفة، برضو كنت متقبلة نفسي، لأن تغيرت أساليبي، حتى في التدريب تغيرت أساليبي، في كل مرحلة كنت متقبلة نفسي، بس أنا مو ذاك النسخة، أكيد نسخة ثانية، يمكن في المستقبل أغير طريقتي وغير أسلوبي، بس ما راح أشعر بالفشل أنه أنا مريت في هذه المرحلة، أنه أنا يوم من الأيام كنت كذا، أنه أنا أعتقد أنه هذا شيء مهم. يعني أنا بالنسبة لي صراحة يوم من الأيام رحت عند طبعا لما تفكرون مين أقوى مدرب في تطوير الذات في العالم، أنا أفكر بهالطريقة كطريقة أرقام وأفكرها كطريقة بزنس، توني روبنز. رحت وحضرت عند توني روبنز، أبغى أشوف مين هذا الشخص اللي كسر الدنيا. كان واقف على المسرح ويقف ويقول أنا يوم من الأيام أمي حطت في فمي صابون وخذت رأسي وخبطتني على الجدار، وقعد يصيح، قعد يبكي على المسرح، كنا أكثر من 5000 شخص حضور، قعد يبكي على المسرح. توقعوا ماذا قال الناس؟ إيش قالوا الناس؟ هذا الماضي التعبان حقك وقاعد تفتي وتعطينا، إيش قالوا الناس؟ برافو، برافو إنه أنت قادر توقف على المسرح وتقول هذه القصة ولا تشعر بالخجل من أي شخص، ولا تشعر إنه شخص يقدر يقلل من قيمتك عشان قصة مرت في حياتك. برافو، برافو، لأن عنده الشجاعة الكافية إنه يقول أشياء مخجلة، وإنه ما يهتم لرأي الناس، ولا يهتم لشعورهم، ولا يهتم لموقفهم، ولا يهتم لوجهة نظرهم، ولا يهتم لزر العار اللي عندهم. أنت عندك العار، أنا وش دخلني؟ أنا خلصت. لما أوبرا وينفري تتكلم عن الاغتصاب اللي مرت فيه، واغتصاب من شخص مقرب في العائلة، تحكي تقول أنا مريت وأنا صار وأنا فعلت وأنا كذا، توقع الناس شو قالوا لها؟ أنت الألم اللي فيك هذا روحي، والفشلات اللي عندك روحي غطيها وسويها وبعدين تعالي تكلم عن تطوير الذات. هذا هو تطوير الذات أصلا؟ ما هو تطوير الذات أصلا؟ ما هو تطوير الذات إلا أنك أنت تتجاوز كل هذا الفشل؟ ما هو تطوير الذات إلا أنه أنت تتصالح مع الفشل اللي ما تقدر تحله في حياتك؟ تصالح معه، خلاص ما تقدر تحل فشل، في فشل تقدر تحله تجاوزه، في فشل ما تقدر تحله تصالح معه. ما هو تطوير الذات إن لم يكن هذا؟ قد تكون في كثير من الأشخاص ممكن يقارنوني بمدربين ثانيين، أنه مدربين so cute يقعدون يقولون لكم أشياء حلوة وجميلة ورائعة، وما يجيبون أي طاري لأنه الحياة فيها فشل، والحياة فيها ألم، والحياة فيها أشياء جدا مؤذية وجدا مؤلمة وجدا قاسية، والحياة فيها من أقرب الناس لك فيها أضرار وفيها مآسي، يكلمونك بس عن الحب والسعادة والسلام والجمال. أنا بالنسبة لي مش مقنع، ما أقدر بالنسبة لي أفهم وين تطوير الذات في هذا الموضوع. تقرأ من كتاب، أي شخص يقدر يقرأ من كتاب، أي شخص يقدر يقرأ كتاب، أي شخص يقدر ينقل أي معلومة في تطوير الذات، أي شخص. شوف الآن كم في مدرب في الوطن العربي، كم مدرب في الوطن العربي،
يقدر يقول لك ويتكلم لك عن أشياء جدا جميلة ورائعة. مين مستعد يطلع قدام الكاميرا ويخلي الناس يفشلونه وهو مو مهتم؟ مين؟ هذا هو السؤال المهم، هذا هو تطوير الذات. إنه الفشل لا يعني شيء، إنه أنت تقدر تكون سعيد وتقدر تكون ناجح بالطريقة اللي أنت تؤمن فيها. إنه ما في أحد من الناس، وهذا أرجع لسؤال صديقتي اللي تقول أنت كيف كنت قوية، إنه الناس اللي قدامك يجب إنهم ما يمسكون أزاريرك، يجب إنهم ما يمسكون، يجب أن لا يشككونك بنفسك أبدا. الأشخاص يجب إنهم تستخدمهم في الإيجابية، يعني لما يضغطون زر الجمال زر الحب أوكي تستقبل، لما يقولون لك أنت رائع شكرا جزيلا يا سلام أوكي تفتح قلبك تستقبل، لما يقول لك جلستك يا زمية ماش أسنانك الماضي حقك في نظر الماضي، بكل بساطة رأيك مش مهم، رأيك مش مهم، حياتي جدا قيمة، حياتي يعني الأشياء اللي مريت فيها ما أحد مر فيها، الألم اللي أنا مريت فيه ما أحد عايشه ما أحد عاصره، لذلك ما أحد يستطيع أن يتكلم، وليس فقط أنا، كل شخص مر بألم هو عنده قصة، عنده قصة خاصة فيه. كيف إحنا يعني أي يا جماعة، أي يا جماعة، أحس مرات إنه وجودي في أمريكا ساعدني برضو، الأمريكان وطريقتهم، توني روبنز، أوبرا، كثير من الأشخاص الناجحين في أمريكا ساعدوني إني أنا أتحرر من الشعور بالعار، ساعدوني إني أنا موضوع عيب فشلة ما أعرف إيش. ففي كثير من الأشخاص اللي عالقين في هذه المنطقة هم دائما يحاولون إنه يسحبونك لمنطقة العار مرة ثانية، لا 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 خليك في الجروب معانا، جروب العار، جروب الفشلة، تعال 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 نفشلك معانا، بس مو دائما يشتغل الموضوع بهذه الطريقة. لذلك إذا تبغين أقول لك إنه أنت تستغني عن البشر بمعنى كلمة تستغني عن البشر، لا، بس أنت تستغني عن هذه الأشخاص اللي يضغطون الأزرار الغلط فيك. إذا في شخص يضغط أزرار الخوف، إذا في شخص يضغط أزرار الشعور بالذنب، إشعارك بالذنب، شخص يضغط أزرار الشعور بالذنب، شخص يبغى يفشلك، شخص يبغى يخوفك، شخص يبغى، هذول هم اللي أنت تستغني عنهم. لكن الحياة حولها في كثير من الأشخاص الجيدين الرائعين، بس كثير الحين ما نقدر نشوفهم لأنه عندنا ناس يبغون يجرونا للعار، يبغون يجرونا للخوف، يبغون يجرونا للأشياء كثير سلبية. فأنت عندك الخيار، لذلك أنا أقول لك عندك الخيار أنك تستغنين عن الأشخاص الغير جيدين، لأنه نعم الأشخاص الغير جيدين يعلقون الزر. لو عندك شخص يخوف كل يوم يخوف كل يوم، يا أخي شيء يوجع، والله شيء يوجع، يعني عندك شخص دائما يقولك يا أخي خاف، يا أخي يا أخي يا أخي ترى مو بحسن لك، ترى شيء يخوف، شيء يخوف إنك تبقى كل حياتك مع هذا الشخص أو قريب من هذا الشخص، أو شخص دائما في الشكل فستانك مو زين، شكلك مو زين، ما أدري إيش، ليش مضطرين احنا يعني نخليهم يلعبون بأزاريرنا؟ ما معنى وقت؟ احاول اجاوب له على سؤال واحد. يوم ما ذكرتي انه لا يمكن لاحد ان يساعد احد، وان الشخص لوحده يجب ان ينهض ويبني نفسه، حتى وصلت احيانا بعدها جاتني طوفان، طيب ادعوك لانك تحضرين دورة التوكل، عندي دورة عن التوكل على الله، احضريها، أحسن من مليون شخص تحدث عن التوكل على الله، احضري فيها تطبيقات وتمارين. يلا في كثير أسئلة عن مقابلة صالح الراهب ما بدانا، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من لقائنا في اليوم. لا تنسون عندنا اليوم موجود على الموقع الساوند باي سوية، إذا عندكم أي أسئلة على الموسيقى ما عندي مشكلة أجاوبكم عليها، راح ننزل بوست للموسيقى. تصبحون على حب.